حد يختلف على الشناوي كقدرات وفنيات وكل وتاريخ لا. وكل لا شيء لا. لكن الشناوي في الوقت الحالي مش جاهز 100%. اه المباريات وانت لعبت يا كابتن احمد وانا لعبت مهما كنت انت سليم لكن البدني في المباريات شيء والبدني في التمرين شيء تاني. فانا مش الشناوي شوبير عواد مين في الثلاثة تتوقع؟ انا وجهة نظري ايوه مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. كابتن احمد انا مصطفى لكذا سبب. آه. احنا بنتكلم شناوي نمره واحد وقائد المنتخب بس احنا بنتكلم حالته الفنيه دلوقتي. لو جيت اسالك يا استاذ احمد هو الشناوي لعب ازاي؟ الشناوي لعب في كاس العالم اللي كان موجود مع كوبر ما كان موجود مين كان عنده اصابه؟ احمد الشناوي بتاع بيراميدز كان مصاب وشريف اكرامي كان مصاب والحضري كان رقم اربعه وهم كانوا مسافرين رقم اربعه. فانت الماتشات دي بتعمل نجوم بتعمل بطولات حارس المرمى. الحضري خلص على الثلاثه اللي قبليه خلص عليهم خلص هو اللي لعب الحضري في عده ثانيه بس انا بكلمك بدايه الشناوي اول ماتش في كاس العالم هو خد احسن حارس طبعا. فاحنا بنتكلم عشان كده احنا بنتكلم في قدرات ما حدش يقدر بنتكلم في قدرات احنا في الظروف حاليا الظروف دلوقتي بس الحال يعني حالته الفنيه دلوقتي المكان الوحيد استاذ احمد اللي احنا نقدر نقلق منه حارس مرمى لسبب الغلطة ما فيهاش رجوع تاني. نعم. انت ممكن المساك حد يغطي عليك ممكن نص ملعب ناس تغطي حواليك اللعيبة الموجودة. نعم. فانت عندك حارس مرمى بيعتمد على الرشاقة وعلى المرونة وعلى السرعة. فانا بتكلم واحد في لغة الكورة رجليه في الملعب. فطبيعي انا شايف مصطفى ممكن يكون رجليه في الملعب هو الفترة فاتت مع النادي الاهلي كمان متألق بسم الله متألق ما شاء الله ده 8 ماتشات بعد كده 8 ماتشات ما فيش ولا هدف تحت الاختبارات. محدش يجي يقول لي اصل هو لسه صغير احنا مش عايزين نحرقه عشان الكلام ده بيتداول كتير. يا جماعه هو اتحط في اختبارات صعبة جدا طبعا. نهائي افريقيا مرتين لعب البطولة الأخيرة صحيح. تألق فيها لعب تحت كل هذه الضغوطات فأعتقد ما يبقاش عنده مشكلة غير كاس مصر قدام الزمالك كل الماتشات يعني طبعا أكيد. وغير كده كمان يعني من لغة الكورة بنتكلم اللي هو خد الصدمة من الجماهير أول مرة تشوف الفترة اللي فاتت الجمهور 100,000 90,000 فالطبيعي ديت الخضه دي خلاص الموضوع بالنسبه له راح. هو عنده من الذكاء والعقليه مصطفى مميزه هو عنده شخصيه طبعًا. قويه جدا وعنده ثبات انفعالي جامد جدا ورغم صغر سنه مع ان في الكوره هو 24 سنه مش صغير لا مش صغير يعني طبعًا. اللي يجي يقول لك اصل مصطفى شوبير صغير يا جماعه مش صغير نعم. مين اللي قال مصطفى شوبير صغير 24 سنه 25 سنه ده كبير في الكوره على فكره لكن مصطفى شخصيته تاهله ان هو يقدر يمسك هذا المركز نعم. لان زي ما كابتن احمد قال المركز ده الغلطه فيه ما فيهاش عشان كده عايزين واحد جاهز 100%. قرب حضرتك من الكابتن حسام ايضا تاني بكرر ليه ما اعلنش النهارده مش عايز زعل الشناوي ولا هو لا. مش عايز زعل حد وممكن لسه ما يكونش خد القرار النهائي ممكن هو محتار آه. انا عارف كابتن حسام دلوقتي وهتلاقيه صاحي الصبح طب ايه اعمل ايه اصلا اعرفه كويس جدا طب يعمل ايه الصبح الشناوي انا خايف احط الشناوي مش جاهز الخبرات الشناوي اكتر احط مصطفى ريسك عليا فاهم فكل ديت طبعا الافكار في دماغه اللي ربنا هيديه يحسمها ازاي يحسمها مع كابتن ابراهيم ولا بياخد ولا مع المدرب مع مين اكيد مع كابتن ابراهيم كابتن ابراهيم اكيد مع كابتن ابراهيم اه يعني هو طبعا بيثق جدا في كابتن ابراهيم طبعا احنا بنتكلم في ابراهيم حسن ابراهيم حسن يعني طبعا. ابراهيم حسن له الباع و... يعني أيوة كل المدير كله لا بس انت بتتكلم خلي بالك اي شيء يعني. ريفاردو برضك اللي بتتكلم استاذ احمد لو هو عنده ستاف موجود وعنده مدرب حراس مرمى فطبيعي انا حارس مدرب حراس مرمى كابتن سعفان فطبيعي هيدي له ويقول له طب انت رايك ايه نعم مين اللي في التمرين فاهم هياخد راي الجهاز كله طبعا هو موجود كابتن محمد عبد الواحد فاكيد هم لما يقعدوا هيقول هيسمع من كذا راي او النهارده هيسمع من كذا راي وطبعا احنا في كلتا الحالات احنا مدعمين لو لعب مصطفى احنا تحت احنا منتخب احنا سبورت طبعا احنا اي حد ان شاء الله نكسب مصر طبعا احنا معاه لو شناوي ان شاء الله بكره مدعمين لحسام كابتن حسام طبعا احنا داعمين وان شاء الله بكره الماتش يبقى في متناول ونقدر ان شاء الله ولا نحتاج لمصطفى ولا نحتاج ان شاء الله للشناوي والكور كلها تبقى ناحيه ان شاء الله مرموش غيابه فرق معانا او يفرق معانا بصراحه اكيد طبعا اكيد بالذات الفتره اللي فاتت يا استاذ احمد هو وصل للتوب فور وحتى سامعين ان في انتقالات يعني هيبقى موجود منتقل للدوري الانجليزي الفتره اللي جايه فاكيد طبعا هو خلي بالك هو برضك البلان بتاعه اللي هو ممكن عايز اعمل عمليه بدري عشان اقدر لما يكون في انتقالات ما عنديش مشكله نعم فانا شايف مرموش من اللعيبه المؤثره جدا اللي هو ابتدى كمان يبقى عنده خبرات الاول مرموش كان صغير بيقدر ياخد بالكوره ويعمل دريبل ويعدي بسرعته وكده الفتره دي بقى عنده خبرات بيقدر يعدي ازاي يقف ازاي كمان الثقه اللي خدها في النادي هناك في الدوري الالماني بقى قوي جدا فانا شايف مرموش من اللعيبه يعني قويه الموجوده في منتخب مصر بس اللي موجود هيسد ان شاء الله انا شايف تريزيجيه برضك مفيش اختلاف على تريزيجيه انا عن نفسي زعلان من مين مرموش ليه ممكن ياجل